انها جمعيه ذوي القدرات الخاصه، ذوي المواهب الخاصه. هذه الشريحه من الناس هي شريحه نوعا ما مهمشه، ونحن من هدفنا ان نرقي بها الى مستوى اعلى. هذه الساعه هي رئيسة جمعية ولائية لمتاح الاحتياجات الخاصة، صمود وتحدي. مبارك عليها، مبارك عليكم، مبارك علينا نحن أيضا بإذن الله بالتوفيق. جئت في هذه المناسبة لتنصيب مكتب ولاية مستغانم لأنسة عمار قاضية، لتنصيبها كرئيسة لمكتب مستغانم من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء هي أو آخرون في هذا المجال. أود أن أشكر كل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم يعانون وصامدون وواقفون دائما لتحدي مشاكلهم اليومية، مشاكلهم الاجتماعية، خاصة وهم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيعون ممارسة كل نشاطاتهم المدنية أو الاجتماعية في هذا المجال. يجب على الجميع أن يساهم معهم، أن يساعدهم، أن يقف معهم وقفة واحدة، وأجر الجميع على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر بزاف رئيسة الوطنية، ونشكر الزوج تاعها مام الأخ حمزة، جاو عندي باش يرسموني كرئيسة الجمعية في ولاية مستغانم لذوي الاحتياجات الخاصة. نشكرها بزاف بزاف، وماما نشكر الأعضاء اللي جاو، قلت لهم لازم توقفوا معايا، جاو باش يوقفوا معايا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك هذا اللقاء المباشر في ولاية مستغانم، ونبارك لأهل مستغانم على افتتاح هذا المكتب الولائي لذوي الاحتياجات الخاصة. بقدر ما هم مهمشين على في المناطق النائية. نشكر قناة الأنيس على التغطية الإعلامية لهذا اللقاء الذي دار، اللقاء الذي كان في ولاية مستغانم، لأن التغطية هي كانت لذوي الاحتياجات الخاصة. بقدر ما كنا مهمشين فأنتم لبيتم النداء، جزاكم الله خيرا، وبارك الله في هذه القناة والجريدة وكل ما يبث إعلاميا من قناة الأنيس.